مي ديما كونتوري نحل نحيا ميرسي en fait quand une rentrée est très important mais ديما توا شفت وي قال كلمه صح لو قال هي ليفولوسيون خلاتنا اليوم نخمم في الاوتيزاتور خاطر كيف ما قال الاوتيزاتور غالي فما الفلوس هو اللي بيفي لازم برشا فما برشا سيتات عن المشكل تاعهم وعنده كونتينيو لكن الكونتينيو يحكي عليه هو مش بيدي الاوتيزاتور تاعه دونك الكونتينيو لازم يكون اكثر الاوتيزاتور بني بني خاصك عليك فما تكنيك في الريفيرونسمون ولا ريفيرونسور يعني عرفوها اللي هي البيراميد انفيرسي اللي هي انت تبدا بريزومي خاطر بلاش كون فيكم يحل باجمي بيلقى فيها هكا كتيبه يقراها الكل فريمون لازم تحط له الريزومي من الاول تحكي له شنو هو الباج هذا يعني شنو هو تحكي بالضبط فوالا يعني البيراميد انفيرسي اللي تبدا تفصل له بالكدا وتعطيك هكا انت في الهيرارشي تاعك تحط تيتخ 2 تيتخ 3 وانت ماشي هكي كما يقلقش معناها فريمون لازمك تحكي بين الفايدة من الأخرى. معناتها البرانسيب كلي في الكونتينيو كرياسيون دو كونتينيو بالنسبة للإكسبيرونس نحكيو على وي بون إكسبيرونس يوزاتور. ديما تحس يوزاتور أون بارل دو لوي بور لوي معناها. ما تحسش روحك ديما تحكي عليه في الكاو. هذاك علاش حتى نحكيو كي توا اليوم نحكيو على ستوري تيلينغ ونحكيو على حتى في اليو إكس أنا نقول أوسي ستوري بورد أوسي كونت أون فان ونحكيو على باركور يوزاتور يوزر فلو. لازم ديما تيزاتور يكون هو سونتر تاعك. ما تنجمش تعمل انت ان ارتيكل فيه 500 مو ولا 1000 مو باغ اكزومبل وتبقى تحكي كان على السوسيتي ولا تحكي كان لازم دونك تيزاتور دخله في العيشه معناها. يعني تحس تيزاتور اللي هو لو تابع تابع يعني تابع الفيرم ولا تابع هذاك علاش ديما احسن اكزومبل يقعد ابل معناها. ابل اليوم مع انها ما عندهاش ماهيش موجوده في السوسيو جمله استراتيجيه اللي خذاتها ولكن مع ذلك قريبة للسوسيتي نتاعها معناها بارادوكس. ونوم دو فان نتاعها كبير معناها. اكزاكتومون يعني كيفاش اليوم شوف ايفون جاتها ايفون هي طيحت نوكيا جاتها سامسونج جات اليوم هواوي جات اليوم مدري شكون كل عام تطلع واحدة لكن ايفون باقي قاعدة تزيد مع انه الريزو سوسيو ماهيش موجودة جملة ما تلقاهاش الكل الكل ماهيش موجودة جملة. اي
SEO نتاع جوجل بوكال. لا ريشيرش بوكال السؤال اللي انا قاعد نطرح فيه انه اسكو في تونس نجمو اسكو لوتيليزاتور سي حاضر